وبقول للناس لو أي حد فيكم كان بيساعد حد عشان يمنع ميراث أخته عشان ربنا سبحانه وتعالى لا يمحق البركة من بيتك ومن حياتك، ما تساعدوش، توقف عن مساعدته. وتعالوا نتحالف ونتعاون ونتماسك على إن إحنا هذه الظاهرة نتخلص منها. وتعالوا من البرنامج ده تعالوا نعمل مبادرة اسمها مبادرة إيه؟ مبادرة حب الحبيب بتنفيذ وصيتي. نقول إيه؟ عننفذ وصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسمي المبادرة ماذا؟ المبادرة تنوير الحياة والمجتمع بوصية النبي المتبع. تنوير الحياة والمجتمع بتنفيذ وصية النبي المتبع بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. عايزين السعادة، عايزين الفرح، ما قدامناش غير إن احنا نتبع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع حضرة النبي بيوصلنا لإيه؟ لمحبة مولانا، واللي ربنا يحبه يسعد أيامه ووقته. يا رب اجعلنا من أهل اتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واجمعنا جميعا على هذه المبادرة إن احنا نرد الحقوق لأهلها، ونكتب كده إن مصر خالية من ظلم النساء في ميراثهم. يا رب اكتبنا في هؤلاء وارحمنا برحمتك، واجعلنا ممن يقفون على بابك بالعدل والفضل والجمال.